النص الأول هو نص سحر بابل الوارد في الآية 102 من سورة البقرة، قال تبارك وتعالى، وهي آية من الآيات العويص، في عندنا نحن في الفقه شيء اسمه فقه العويص، هناك كتب ألفت في فقه اسمه فقه العويص، يعني المسائل العويصة الشائكة. شيخ المفيد عنده أيضا في فقه العويص مصنف، مسألة فقهية شائكة معقدة تحتاج إلى شغل، مثل الشبهة الحيدرية في علم الأصول، الشبهة المعروفة والشبهة العبائية في علم الأصول، معروفة هذه الشبهة. هناك في الفقه أيضا مسائل عويص، في التفسير أيضا هناك الآيات العويص إذا صح التعبير، لكن الآن اشتهرت بتعبير الآيات المشكل في القرآن، يستخدمون لها هذا التعبير، الآيات المشكل في القرآن. هذه من أشكل الآيات القرآنية على مستوى التفسير، حاروا في أمرها وفي كيفية تفسيرها وفهمها. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إلى آخر الآية، رقم 102 من سورة البقرة. حتى أنه على ما في بالي أن العلامة الطباطبائي يذكر أن في تفسير هذه الآية كذا ألف وجه للإشكال والاشتباك في الضمائر والإحالات الموجودة في هذه الآية القرآنية العويصة. هذه الآية قالوا تدل دلالة واضحة من أقوى الآيات على واقعية السحر، كيف؟ صريحة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني السحر يفرق بين المرء وزوجه. ثم الآية ماذا تقول؟ وما هم بضارين به من أحد، يعني لا يضرون بالسحر من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله يضر السحر، يعني فيه ضرر إذا كان السحر ليس له واقعية أبدا على الإطلاق ولا يؤثر ولا يفعل أي فعل، فمن الأول يقول هو أصلا ليس له واقعية. أما لا، هو يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله السحر له تأثير وضرر يلحق الزوجة والزوجة، وليس أنه ليس له أي تأثير على الإطلاق، وليس أنه ليست له واقعية على الإطلاق مثلا. هذه تقريبا من أقوى الآيات التي استدلوا بها على موضوع واقعية السحر. حتى قلنا في الأسبوع الماضي بأن بعضهم قال إن السحر الواقعي الوحيد هو سحر التفريق بين الرجل والمرأة، استنادا إلى هذه الآية. قالوا ليس عندنا دليل يثبت واقعية السحر، حقيقية السحر، وأنه ليس بتخيلي إلا هذه الآية، فنقتصر على القدر المتيقن، إذا صح التعبير، فنقتصر على القدر المتيقن، فنقول السحر الواقعي الحقيقي هو سحر التفريق بين الرجل والمرأة وغيره لا. هذه أقوى الآيات تقريبا. هذه الآية القرآنية الكريمة، هذه الآية القرآنية الكريمة نوقش ويمكن أن يناقش في دلالتها على واقعية السحر، في مجال النقاش في دلالتها على واقعية السحر. هذه الآية ماذا تقول؟ شوي نتأمل في تركيب الآية، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، إذن السحر يمكن أن يفرق بين المرء وزوجه، هكذا تقول الآية القرآنية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني السحر يمكن أن يلحق الضرر بإذن الله تعالى. ماشي. أما كيف يلحق السحر الضرر؟ الآية ما تقول شيء، دعنا مع الآية فقط، يعني فلنقف مع الآية بذاتها. الآية كل شيء تقول إنهم يضرون الناس
بإذن الله إنهم يفرقون بين الرجل والمرأة بإذن الله. لكن كيف يفرقون بين الرجل والمرأة؟ الآية لا تتكلم عن هذا شيئا أبدا، ليس فيها أي حديث عن هذا الموضوع. إذا عندك إشارة في الآية لحديث عن هذا الموضوع لا بأس أن نبينها. وبناء عليه، حيث إن الآية لا تقول كيف يفرقون بين المرء وزوجه ولا تقول كيف يضرون، فإذا من الممكن أن يكون الضرر نتيجة أن هذا العمل السحري له تأثير تكويني، إما بتوسط الأفلاك السماوية كما قلنا في الأسبوع الماضي، أو الأرواح السماوية في الأفلاك، أو بتوسط الأرواح الأرضية الشياطين والجن، ممكن. لكن ممكن أيضا ما يكون هكذا، كل ما في الأمر أنهم يوهمون الزوجة أو الزوجة بأن الطرف الآخر مثلا يخونه، يخيلون لبصره أنه يرى أن زوجه يخونه مثلا. وممكن ممكن بنتيجة الكاريزما كما تحدثنا في الأسبوع الماضي، الكاريزما القوية الموجودة عندهم يقنعون الطرف الذي يكون أمامهم بأنه بالفعل زوجتك مثلا تفعل كذا أو زوجك يفعل كذا، فيقع الفرق بينهما ويفرقون بين الرجل والمرأة. ممكن الآية ما تقول لنا كيف هم يلحقون الضرر بالناس، ولا تقول لنا كيف يفرقون بين الرجل والمرأة. ممكن واحد كذاب دجال بطريقة السحر والتلاعب والألاعيب يمكن أن يقنع زوجا بأن زوجته ليست صالحة، أو بأن زوجته تكيد له، أو بأن زوجته تخونه مع رجل آخر، فهذا يؤدي إلى صدام، وهذا يؤدي إلى صراع، وبالتالي تتمزق الأسرة نتيجة مثل هذا التصديق الذي يعني قبل به المسحور بالسحر التخيلي. يعني احنا ما خرجنا عن السحر التخيلي، نحن عمليا ما خرجنا عن السحر التخيلي. يمكن أن يضع عصا ويقول إذا تحولت هذه العصا إلى ثعبان فإن زوجك مثلا يفعل كذا وكذا، وهو يخيل إليه أنها صارت ثعبانا، مثل ما خيل لموسى أن العصا التي كانت بيد السحرة صارت ثعبانا. نحن نتكلم الآن فقط في الآية، الآية لا تشرح لنا كيفية حصول التأثير، فتحتمل التخيل، تحتمل أنه كان يستخدم كما يقول بعضهم أن علماء السحر القدماء كانوا على صلة وثيقة كما قلنا في الأسبوع الماضي بعلوم الكيمياء الخفية، فربما كان أمامه مثلا بركة من الماء وبيده بعض الرذاذ الذي قد لا يرى بالعين فيضعه في هذه البركة وتتحول إلى نوع من اللبن، كما هي في المعامل الكيميائية يضع لك شيء بسيط في البيبسي كولا فتتحول إلى شيء آخر، والناس بسطاء كان عندهم جهل لا يعلمون هذه العلوم فيظن أن هذه حقيقة واقعة، وهم يستخدمون أسرار علوم الكيمياء وأمثالها للتأثير على الناس لجعلهم يصدقون ما يقولون. فالآية ليس فيها وضوح آلية التأثير، نحن لا نتكلم في أصل التأثير، أصل التأثير موجود، كيف وموسى قد أوجس خيفة عندما رأى العصا صارت ثعبانا برأي العين، وهذا أثروا في موسى. من يقول أن السحرة لا يؤثرون؟ إذا كان السحرة لا يؤثرون وجودهم وعدمهم سيان ما كنا نفتح هذا الحديث من أصل. السحرة يؤثرون ويتركون تأثيرا على نفوس الناس وعلى ثقافتها وعلى قناعتها وعلى سلوكها وعلى عملها، أما كيف يؤثرون؟ هل يؤثرون بواسطة أمر تكويني أم بواسطة هذه التخيلات التي يصنعونها، إما تخيل العين أو تخيل الذهن يصنعونها في نفس الطرف الآخر فيؤدي به ذلك إلى نتائج ضارة تلحقه أو نتائج فاسدة تلحقه؟ لذلك قالوا هذه الآية القرآنية الكريمة ما تدلنا على شيء إطلاقا، لأن إلحاق السحر الضرر بالطرف الآخر لا يساوق مفهوم واقعية السحر أبدا أبدا، لا يساوق مفهوم واقعية السحر، كأنما صار تصور أنه إذا كان السحر مضرا إذن فهو واقعي، لا، ما في شيء يثبت مثل هذه الأشياء.
قد يوهمون الناس بأنهم يتلقون أخبارا من الآن. أنت لا تروح بعيد، بعض الدجالين الموجودين اليوم، دعك من الحقيقيين، بعض الدجالين ألا تذهب الناس إلى بيوتهم وتسألهم؟ الكذابين منهم، دعك من الصادقين، إذا في صادق وكاذب فيهم، ألا تذهب الناس إلى بيوتهم تدفع فلوس أيضا حتى تأخذ منهم معلومات ويخبرونهم بمعلوم وتصدق الناس وتبني على ذلك وترتب أثرا ويصبح سلوكهم الفردي والاجتماعي مبنيا على ذلك، وربما يوجب ذلك اختراب علاقتهم ببعض الناس الآخرين، وهذا تأثير، هذا إضرار يلحقه الساحر بالمسحور، هذا كافي، لا يحتاج الأمر إلى ما هو أزيد من ذلك في هذا السياق. نعم، في عندنا سبيل واحد، أن نتثبت تاريخيا من حقيقة سحر البابليين، إذا عندنا دراسات مستقلة تكشف لنا حقيقة وطرق وآليات سحر البابليين وأنها لم تكن تخيلية مثلا، هذا بحث آخر، حينئذ نقول القرآن ناظر إلى تلك الحوادث الخارجية التي عرف بها سحر البابليين، ومن ثم إذا كانت تلك الحوادث تدل على واقعية السحر فيكون القرآن أيضا مشيرا إلى واقعية السحر. أما من نفس الآية القرآنية الكريمة ما عندنا شيء يمكنه أن يثبت أو ينفي. طبعا بعض المفسرين ذكر كلمات ما وجدت عليها دليلا في الحقيقة، قالوا السبب في التفرقة بين الرجل وزوجته أن شريعة سليمان عليه السلام كانت تقول من تعلم السحر بانت منه زوجته وقد كفر، فلذلك كل شخص يتعلم السحر يصبح كافرا، فإذا صار كافرا بانت منه، هذا حكم الارتداد هم كان موجود في زمن سليمان الظاهر، تبين منه زوجته هكذا يبدو، فقالوا إذا تعلم السحر كفر، فإذا كفر بانت منه زوجته، وهذا معنى يعلمون الناس السحر ومن ثم يفرقون به بين المرء وزوجه، أي إن التفريق بين المرء وزوجه يكون بتعليم الناس السحر، فمن يتعلم السحر ينفصل عن زوجته، هكذا قال. ولكن ما وجدت على ذلك دليلا، ولا أدري من أين عرفوا أن ديانة سليمان كان فيها شيء من هذا القبيل، الأمر يحتاج إلى مراجعة.